وزارية وزارية حاضرة أجدكم وزارية شنو عندير مع دابا؟ عارفة تشربين وتخلي الليد عم يهز بيتي وصلت العظم عشنا الآلام شنو دين بيانا غرقنا هيام تابع والسم سمحي اللي حنانا انتي يا العمر انتي يا لافي كنشوف دموعك يما لا لافي انوه مطير هرسوني صح مطير ديما راني هنا ديما انتي دي ليا في حالي شوف انا شي جاب أكبرنا بأتهم الخوف زافرنا بأتهم الخوف أصبح أتهم الخوف خوني تواش كده دينان كنقول لك متى شطع وكي شطع أتكرر أقول لك الصحبة متجين صحبة رية من الأخر ده مش نول بلان ديانا من الأخر بلان ديانا قلت لك ما تقش جعد يلطا وش كان دخلك ورقة دخلك مصمار سافرت ديما الراهنة صاحبي وجي تعدق بتا وتجهز دينا كورة كنقول ديما تقش ممكن تلشى من كورة ثم تقش تميسي ولا الله عنده ما تفروا في الصحبة يلا يلا ما تقش جعد يلا صاحبي أجرى من العشيرة يلا عفوك يا ماما تعذبتي من جهتي اسمحي لي يا ماما حيت ما خرجت كي بغيتي انتي اللي سهرتي انتي اللي كسيتي انتي ربيتي دموعك حرقوني في قلبي نهار اللي بكيتي ما تبكيش يا ماما كلشي غادي تقاد هادشي كامل اللي داز عليا راه غير المكتب بغيت نشوفك فرحانه ونكون انا السبب حياتي القديمه خرجت منه وسديت مورايا هالباب قلبي مات انتي اللي حييتي انتي اللي علمتيني باش الغلط كاع ما نطيح فيه سلام الخوادر يا كدير انا بخير لاباس عليك كدير انا مع الدرب والتخربيق عدل كدير الامور كلشي مزيان الحمد لله اختي كدير انت كدير الوالده علاش جيتي ما كاين باس ما كاين باس اختي ها الوالده سخرتني عندك انا بغات تقول لك راه بلي ما بقاش عندها تقاضيه بغا يعطيها شي 100 درهم تتقدم للسويق والخوادريه قول لك الوالده راه اجرتي عليا 100 درهم كنا بان تصورنا من الصباح لدركه بان نجيبوا بالكارو هكذا قول لها مشينا الراجل ديال الدار قول له دوري على الخوادري شوي الخوادري انا ما عليا والو سخرتني عدك جيت نيشان عد ترى عارفه مع الكوال الخوادري دابا عاد اش غدير غتمشي نيشان للدار ما تضري لا كلها وكسري دابا نيشان وانا غادي انا عاود الوالده ما تلقى ما دير تصيفط مع عدي باغا الفلوس باغا تخدمنا بكري انت تبغى تفرق عليا ملك الطيره صاحبي واش انت كتضحكي على اختك تقولي لي تفرق انا وياك وانت لا تفرقت انا وياك وانت راه نمشي نموت انا يقولي سير موت وما تدوش لي بحق هنايا انت واش منيتك انا سميت ولا شحال من مره كنقولك تخرج تجي عندي للكاريطه شرحك بالانكلي شنو هو نص متر نص متر والقلب كبير تانايا قلتي لي قلت انا قصاور وكتشي حيت كتجعدك كتهزاني كنولي قدك تطافي طلقي مني غتقتلي سكين دابا البرنس عارفك تضربين وتخلي الليل ضربني هازه بيتي والله تهزه بيتي انت واش واكل شي حاجه؟ قلت لك والله متخلي الليل ضربني عارفك انا والله تعارف تتبع لك هذا قلت لك تبقاش تجي عندي هنا لقيت اصاحبي راك ترزق في الله اصاحبي عارفينك خواعر ولكن ما تيقتش كنت صعب وما حسيت صافي انا مشيت دابا وهاد المره والله لا فلتك صافي انا مشيت لو بقاش تجي عندي هنا غنهرس لهم مكراسي صاحبي زين ما كتشوفني في الكاسه عندي هذيك هي الاكسجين باش كتنفس انا صاحبك زين ولا غنشوف تشوف شيرك انا زين صاحبي هاد المره غنضربك صاحبي
زيد ما كنشوف في الكلام نشوف فراسه زيد ما نعطى لامك بعد كيفاش عطر امي بها مستعبر عشيرك عامل كنا غايبرك لامك في الكلام خلي يسخن يبرد انا زيد الصحبات صافي بين عشيرك واش انا نقدر عشير في الساطه ديالو صاحبي صافي مصطفى صاحبي ما قدرتي لينا هاد الحاله وتا هاد الحاله اللي درت معاك باقا ما دوزتيش معايا كثير راه غتعيش معايا راه غندم امك ما اللي تزاديتي فيا صاحبي وتبقى تشوفي في الساطه ديالي وما نخسر انا وياك صافي مصطفى غادي نخسرو ونخسرو صاحبي راه شي شريان حنا كدير الواليد يا سمنيت ما حافظك اش كدير الواليد مقلب عيتي في الخبيز الاخمر مع الطيب وانتم ترزقوا الله العشيه هذه راه قلت لك الواليد رايح في الدار راني خدامه الواليد وبنيتي الزمان راه واعر خاصني نتعاون معاك عليه انت داك ما باغيش نوض يخدم وبنيتي ما بقات في صحاش هذاك راه حنا نتعاونوا معاك بنيتي على الزمان تيجي من جهه وانا من جهه وداك ما بقات في صحه غنعاود عليه يا الواليد باش ما كان الواليد انا عاد ديواس وبنيتي الزمان واعر خاصنا نترزقوا الله انا وياك بنيتي من جهه ترى بالصحه الواليد ولكن الواليد رايح الواليد جا رايحين في الدار انت عاد قدي بينا تخدمي تي خدمه الدار الواليده تشقاي طيبي تعجني البطبوط تخرجي السويقه اش غندير لك راه الزمان واعر بنيتي اش غندير راه العوين زين خلا الواليد شحال تصوري كاع فهاد البطبوط فهاد الحي براس وبنيتي شحال كنصوروا فيها 800 ألف ريال كل نهار ورزقوا منك صافي الوالدة 50 درهم 40 درهم وانتي اللي كتصوري انتي الوالدة عندك واحد 7000 ريال باش تقضي بها الوالدة بسم الله بغيتي بنتي هادي غادي راه كنقول لك الوالدة رايحين في دار الوالدة تي طيبين هادي بنتي غادي نصرفو غادي نلمو العيد بنتي باش نجيبو العويدة بنتي صافي الوالدة نشوفو الله يرضي عليك بنتي الله يرضي عليك الله يرضي عليك بنيتي الله يرضي عليك بنيتي الله يجيب لك الرزق بنيتي ولكن دخل السوق راسك بنيتي الله يحفظك ايوا الوالده بشط هاد البطبوطات الوالده اللي غتخرجيهم طيبين لينا نتعشاو بهم اليوم الوالد واخا بنيتي هي من هي اللي ما تعاود ما تخرجيش الوالده صافي بنيتي ما بقيت غنخرج في راسي بنيتي الله يرضي عليك بنيتي الله يحفظك عطيني درهم تشك قلت سبق فيا ما حاولك قلتي اختي ترى 2021 هذه ما تقدمش حتى شنو الكار زرع سطح زيد درهم وانا صافي سير دي درهمك وسير ولا ما اديش حتى كاع مزيان هذه اخي اختي سلمى هي درهم هي شدرهم دابا ترى ود دركم انت ما تقولش عصبيه صافي لا انا كار هي شدرهم دابا انت دابا سرعي انت دابا انت في شكل انت ها هو كارو انت صافي ما تبقاش جا عندي صافي جا عندي ديما ناضي حتى ما كيجي عندي فهاد الصباحه وجا البخت بعدا جا عندي واحد سابت منو دبي في واحد البراوشة هاكا قارو هاد المرة جي نادم باش طلع لي ستاش مادام مزيان هادي بنادم ما كاري بس عمر بنادم يتقدم سلمى انا جيت السلمى السلم اللي كنرجو فوقو باش نطلع للسطح جبت لك كادو معايا والحمار تجبد الوردة هاي الوردة مصطفى تفضلي يا سلمى ما بغيتش فوتني وجهي البخت راه غندي امك الكوميساريه الكوميساريه ما تفكنيش معاك الكوميساريه جيبي حتى جدرميه مصطفى اجات الكوميساريه شنو غنديروا معاه دابا ها هو كادو من عندي واختك انا غنزين
قعدت معاها حديها ليا لتحرر بيها هالدنيا. يلا يحيى معلقه حب قضية حمادك لجو حمضونا. يلا لبقى يجي عندي هنا يا غنوض غنقاد لك طرح مزيانة. شتي انت هذاك البعلوب ديما جايب لي خيبرات ولكن انت غنلقى فيك الخير على بنادم. يلا انا نمشي نضرب بك دوره نضرب لك الطريق. تعال من هنا. سلم تمنيتك تشوف المكان بارو صغير بارو واش تمارات ولا مال ورا شفتي عجبتك كما انا مصور فيك انت سي سي اخويا راني وصلت حدا الدار بار على راس ما تقولهاش خليك نحي هذاك اش كيدير بها ناري وقعت السمانه ديالك اليوم غنشرك الموت وقعوا العينين زين ديروا لي العوبه دير لي العوبه فوق العوبه يلا كتري مع الساطة عدس ها سير وليدي تلعب سير شنو مش اللعب الشكوى قال حضرتيني لا السوق صافي شو طيب السوق اش بغا يدير